الكل عارف طبعا ان انا نهايه الموسم الماضي مع فريق الداخليه، ويمكن من اكتر المدربين اللي قعدت في الدوري الممتاز مع فريق واحد اكتر من 8 مواسم في الدوري الممتاز هو فريق الداخليه. حتى لما خرجت في نهايه موسم لإنبي ورجعت لهم الموسم اللي بعديه على طول، فكنت واخد قرار من وسط الموسم ان ده هيبقى الموسم الاخير ليا مع نادي الداخلية قبل ما تتضح الرؤية تماما سواء هبط او قعد، كنوع من التغيير. وللاسف طبعا حصل الهبوط فقررت الاعتذار، وبالفعل يعني يمكن قلت فرصة ان انا استجم شوية وارتاح شوية، خاصة ان بقالي مواسم كبيرة يعني سواء مع الداخلية في الدوري الممتاز او قبليها معهم في الممتاز بيت 3 مواسم وقبليها مع اتحاد الشرطة 3 مواسم لغاية ما صعدتهم، فكنت محتاج فترة راحة وخاصة المواسم كانت متلاحقة ورا بعض. حضرت بعض او احدى الدورات التدريبيه المهمه جدا في امريكا في ولايه شيكاغو عن طريق خبراء اسبان على حساب الخاص، وكانت دعوه من الاتحاد الامريكي لكره القدم ونادي السكرز شيكاغو، واستفدت منها بشكل كبير جدا. بالاضافه طبعا ان انا بقى بتابع كل الاحداث الرياضيه الكرويه سواء على المستوى العالمي او المستوى المحلي. يعني الفتره سنه 2005 او 2006 كان في فرصه ان انا سافرت اسبانيا، حضرت بعض اللقاءات او الحاجات الخاصه ببرشلونه، يمكن قعدت شويه في برشلونه وفي مدينه برشلونه وزيهم برضو في مدريد. بنسب كبيره جدا مدربين الاهلي والزمالك اللي بيمثلوا الفريق الاول لفترات تبقى فرصهم اسهل كتيره جدا من مدربين اخرين يعني في التدريب وخلق فرص ليهم. ما كانش ليا نصيب، انا بدات في ناشئ النادي الاهلي بس ما كنتش نجم يعني كنت على مستوى مراحل ناشئين، انما لازم اقول ان اجتهدت بشكل كويس جدا. يمكن من المدربين اللي دربوا في دوري ممتاز وبداوا في مراحل الناشئين من تحت، انا بدات من مراحل الناشئين من سن 11 و12 سنه في اتحاد الشرطه الرياضي، وبدات اللي هو مواليد 86 وبدات اصعد بهذا الفريق في اتحاد الشرطه وحصلت منه على بطولات من دوريات منطقه القاهره ودوري الجمهوريه، وحصلت منهم على دوري 17 سنه من انديه الاهلي والزمالك اللي كان بيمثل في الزمالك الوقت ده على سبيل المثال شيكابالا واحمد غانم سلطان، والنادي الاهلي الناحيه الثانيه حسام عاشور واحمد سمير فرج. من هنا انا بدات احط رجلي اقول ان انا هبقى مدرب كويس. حتى في اتحاد الشرطه وقتها كان في فريق اول بيلعب في القسم الثالث، بعد ما خدت البطولات دي وبالذات البطوله دي بدا اللي هو محمد صبيح كان وقتها مدير اتحاد الشرطه بدا ينظر ليا وقال لي لا انت هتيجي تمسك الفريق الاول في اتحاد الشرطه. وبالفعل بدات كانت بدايتي بقى مع الفريق الاول، وده كان بجهدي وتوفيق ربنا واهتمام المسؤولين في اتحاد الشرطه، وكانت البدايه ان انا صعدت باتحاد الشرطه من القسم الثالث للممتاز به في الموسم ده، وبدات انافس على الصعود للدور الممتاز. بدا اتحاد الشرطه يسمع، بدا يبقى فيه اهتمام، كان بعد كده قدرت ان انا اصعد باتحاد الشرطه للدور الممتاز، بدا اسم علاء عبد العال يتعرف. فانا تعبت يعني، انا فعلا لم يساعدني احد، ما كانش ليا اسم كبير في عالم كره القدم النجوميه زي نجوم كبار جدا. انا افضل حالا من نجوم كان مسيره مصر كمان في كاس عالم 90، يمكن ما جات لهمش فرصة ان هم يدربوا او يحققوا اللي انا حققته في الدوري الممتاز. اولا الناس فاهمة غلط ان تجربته مع إنبي فاشلة، لا ما فشلتش. انا اللي اعتذرت عن الاستكمال مع نادي إنبي لان انا رحت من نادي الداخلية لنادي إنبي في نهاية الموسم، كان فاضل 10 مباريات، كان إنبي ماشي بخطوات مش جيدة، كانوا في المركز ال 13 نهيت بيهم مركز السابع أو
السادس وقتها، انما فوجئت وقتها ان تم بيع افضل 4 لاعبين عندي وانا في فتره اعداد وداخل على مباراه مهمه جدا في كاس مصر. طلبت عدد لاعبين معين، البعض لم يلبي طلبي داخل نادي انبي، وفرض عليا بعض اللاعبين اللي انا ما كنتش ارغب فيه ضمهم. بدات اشتغل على حاجه الجميله اللي في نادي انبي وهي قطاع الناشئين، ان عندهم منجم ذهب اسمه قطاع الناشئين نادي انبي. رحت لقيت مع محمد الشامي لاعب صغير مقيد بدون ما بيلعب وهيمشي في نهايه الموسم، بدات العبه، ظهر محمد الشامي. رحت لقيت محمد مجدي قفشه اللي هو من افضل اللاعبين في مصر الان، لاعب يتم اعارته كل موسم، قلت لا هذا اللاعب لازم يكون موجود ولازم يتواجد. رحت لقيت صلاح محسن، بتكلم على اللعيبه اللي هي ليها اسماء دلوقتي. صلاح محسن لاعب ناشئ بيتمرن مع الفريق الاول فقط بدون اي مشاركه فعليه في المباريات الرسميه، بدات اشاركه وشارك معايا في هذا الموسم. الاعتماد على الناشئين لم يرضي بعض اللاعبين الكبار داخل انبي اللي انا في الوقت ده كنت بعتبرهم موظفين، انما ما اعرفش مين اللي بيساندهم او بيقول ان هم دول لازم يكونوا موجودين. بدات الحرب او عدم الرضا من داخل اللاعبين الكبار اللي اللعيبه زي دي هتاخد وقتها، كان ليا نظره مستقبليه بخصوص اللاعبين دول، شوف اللاعبين دول اسمائهم عامله ازاي دلوقتي. بس انا لما وجدت الجو غير مناسب او ما تمشاش معايا ووجدت عدم مسانده من بعض المسؤولين في نادي انبي للحرب اللاعبين الكبار ضدي، لان انا متمسك ان انا لعب بعض اللاعبين الناشئين اللي بقى ليهم شأن بعد موسمين وثلاثة، ودي كانت نظرة مستقبلية ليهم مني، اعتقد ان انا يعني قلت لا مش هقدر اكمل في هذا الجو، وقدمت اعتذار رغم تمسك احد المسؤولين اللي هو بقى رئيس النادي دلوقتي كابتن زكريا السيد. فانا ما اعتقدش ان تجربتي مع انبي كانت فاشلة، بالعكس لو كنت كملت كنت عملت من نادي انبي فريق كبير كان زمانه بينافس دلوقتي، بدليل ان انا بعد ما مشيت على عبد العال مش شايف ان النادي انبي بدا بينافس على المراكز الاولى، لغايه كل موسم برضه بيصارع للهبوط. من اول ما بدات التدريب يمكن كمان من قطاع الناشئين، ان انا كنت في ملاعب بدون شاشات او ساعات، فبالتالي مهم جدا انا ليا انا عامل الوقت او التوقيت مهم جدا طبيعي جدا، وما بالك في المباريات، المباراه 90 دقيقه بيتم تقسيمها على مراحل، فبالتالي انا خلاص تعودت ان الستوب ووتش ده موجود في ايدي باستمرار من وانا في الممتاز بيه او وانا في الناشئين، وبدات اطلع بيه لغايه اما وصلت للدوري الممتاز. يمكن كانت حاجه جديده على الدوري الممتاز، وفعلا تم شهرتي بخلال الستوب ووتش، ولو دربت في اي حته حتى لو خارج مصر هيفضل الستوب ووتش في ايدي. حزنت ان عدم وجودي او وجود اسمي في الترشيح لمنتخب مصر، ده مش عيب، لا ده طموح مشروع، وخاصة ان انا اثق في قدراتي كمدير فني، وخاصة الاسماء المرشحة انا لعبت قدامها وعارف امكانياتي وامكانياتهم، الكثير منهم تفوقت عليه في مباريات رغم ان هم كانوا ماسكين فرق اعلى امكانيات من الفريق اللي انا ماسكه. فبالتالي لما بتلاقي الترشيحات من خلال هذه الاسماء واسمك مش موجود، دي عملت نوع من الزعل شويه او الحزن شويه، ويمكن نوع من العتاب، يعني ان انا كنت على الاقل يبقى اسمي من ضمن المرشحين، وده حق مشروع، وخاصه ان انا ليا من الخبرات ان انا اكون متواجد، يعني انا لست اقل من اي حد او اقل من اي اسم من الاسماء اللي كانت مرشحه. منتخب الأولمبي أو منتخب الشباب مش عيب طالما هخدم منتخب مصر، بس يكون المسؤولين عندهم يقين وإيمان إن جايبين علاء عبد العال عشان فعلا يعمل أجيال جديدة
لمنتخب مصر، انما افضل طبعا ان انا اكون في المنتخب الاول او على الاقل المنتخب الاولمبي، لان السن ده خلاص الواحد يقدر يتعامل معاه ويقدر يكون نواه كويسه جدا لو مسكت المنتخب الاولمبي، نواه جيده جدا للمنتخب الاول.